اسمعني مثلا انا حاط الحين عينه هنا وحاط عدسه رقم 5، فهمت علي؟ لازم احرك شو اسمه هذا على حسب العينه واوزنها عدل، بعدها استخدم ذا المقبض الثاني علشان اوزن الطول على حسب العينه، اقرب شوي او ابعد، وكل يعني كل ما كانت يعني العدسه اقرب او اقوى لازم تبعد شوي، فهمت؟